مقرب كل طفله بنعمل معاها حوار هنا. انت يا حبيبتي سلمى انت عايشه هنا من زمان؟ لا. امال امتى؟ الان طلعنا احنا جنبنا انا وفي الشارع. انت هربانه من الحوثيين؟ نعم. عارفه ان هم بيعملوا ايه؟ بيقتلوا المسلمين. ليك اخوات؟ كام واحد؟ ست. انت عايشه كويس هنا؟ لاقيه تاكلي ولاقيه تشربي وكده؟ الحمد لله. الحمد لله. طب قولي لي ايه اللي انت نفسك فيه؟ نفسك ترجعي بيتك؟ سنه كام؟ سنه خالص. بتعرفي تذاكري هنا؟ انا هنا بطلع هنا. يعني دلوقتي ما بتروحيش مدرسه؟ لا. انا ما عرفتش. هنا مش عارفه تروحي مدرسه؟ مخيم المين؟ داخل مقرب للنازحين من المحافظات المختلفة. السلام عليكم. انت ده بيتك ولا ده دكان؟ انت بتبيعي فيه؟ انت جيتي هنا من امتى؟ انا من صنعاء. من صنعاء؟ ليكي شهر؟ طردوني. انت جيتي هنا بتقولي من شهر من صنعاء عشان هما طردوكم. مين اللي طردوكم؟ الحوافي. طردوكم ازاي؟ انا ابي قتلوه وفي الحبس 3 مرات. قتلوه ازاي؟ قتلوه في صنعاء اول ما بدأت الحرب، وفي حبس 3 مرات وفي الثاني مرة. نفسك في ايه؟ المدرسة اهم شيء عندي. نفسك ترجع المدرسة؟ انت كنت في سنة كام؟ 5. كنت بتدرسي هناك ولا وقفت تعليم؟ كان يقولوا في الشهر، وهي ما هيش اهلية، في الشهر ندي 500 ويعني ندفع فلوس كتير، فما قدرتيش تدفعي وبطلتي مدرسه. كنت في الصف الخامس. لكن انت ايه اللي شفتيه وانت عايشه هناك في صنعاء؟ انا شفت في طلعوا مره بنتها تشوف ابنها وهو في السجن، وبعدين قالوا حرقت حقها الخطايا، قالوا وتخرجها ويخرجوها، ما رضوش. جرى العسكري تسعها حقها الخطايا، ومره قالت المره حرقت شعرها عشان يخرجوها، ما رضوش. كان يطلعوا واحد يمشي ويقتلوه عشوائي. تقولي لهم ايه الحوثيين؟ انهم يرحموا، يكون لهم قلب من رحمة، يكون يرحموا انهم يرحموا لو ليهم قلب. اسمي احلام علي قاسم. وانتي؟ كريمة محمد. معانا دي اختناتها عندي. انتوا من فين؟ يعني ما سمعنا مخيمة ولا شغل، ما جيت من صنعاء. سبتوا صنعاء ليه؟ بقول عيال استشهد زوج بنتي. تدري انتوا جيتوا هنا ازاي؟ يعني بعملية ولدات، يعني حالتهم يعني ما ايه اللي شفتيه في صنعاء؟ ملاحقة، خوف، كل حاجة، يعني انتي مع الشرعية يعني مرتزقين، انت مدري ادري. انا خلاص انت اتسكتي على ما فعلوا وما سووا. جيتوا تهريب ازاي؟ يعني تهريب هكذا، يعني بالهرب، بس سرقي الجوابات، بس ادفع قروشانات فوق على البيضاء على رداء. على اسمه ايه؟ يونس. عنده قد ايه يونس؟ ايه ده؟ انت جايبين المشوار ده كله؟ والله يعني جبتها. كم ساعة في الطريق؟ 15 ساعة. من امس 15 ساعة سفر. ايه اللي شفتيه من الحوثيين في صنعاء؟ ايه اللي شفتيه؟ أرجلة في الطرق ومهمة المهامات الشرعية، الدواعش، أرجلة، المهم غلا كل حاجة، ما حد شيء زاد يستايت حاجة بحاجة، لازم نجي نجي هنا عشان يعني ما عاد حساب. ماله؟ بكتيريا؟ هم الحوثيين حبسوا حد من عيلتك؟ زوجي استشهد. وخدش جثته؟ ما بلا، جلست عندهم 3 أشهر بعد التوعد، ما قد لنا الا شهر مثلا. يعني ادولكم الجثة بعد 3 شهور؟ بعد 3 أشهرين. كنت بتشتروا احتياجاتكم ازاي في صنعاء؟ كل غالي، كل شيء قدوم في القيمة مرة ثلاث. نعم؟ ما فيش زلط، كل شيء مدبل. كل شيء مدبل، 5 فوق قيمته. ما فيش زلط، الغاز معدوم، والماء قد غلي، كل حاجة غالي. ما بيصير لو
وهذا. وانت مريضة عندك ايه؟ انا عملت عملية جراحية في ولادي. وتعب من الاول بعد ما سميرة محمد صالح، انت من فين يا سميرة؟ من عتمة. قولي لي انت جيتي هنا امتى؟ قد لنا شهر. شهر؟ نازله من صنعاء بسبب الحروب. عملوا ايه في صنعاء؟ ايه اللي شفتيه في صنعاء؟ تعب، كله تعب، الشيء كله تعب. ايه؟ يعني الغازات وال كل حاجة. معاكي ما كنتش مرة. هجموا عليكم ضربوكم؟ ايوه. كانوا اللي هربوا على زوجي هرب هنا. ضربوا جوزك؟ قتلوا وهو هرب بسرعة ولكن انا شتم سبب. بتشوفتي بيوت بيهجموا عليهم؟ يعني شفتي أيوة. حد جيرانك بيتقتل أيوة وبتاع؟ بتلاقوا تقول يومكم ازاي هناك؟ الاكل والشرب فعلا كان كله بيبيعوه في السوق السوداء؟ الحوسه بيبيعوا بس ما تفهم. ما معكيش فلوس تشتري؟ كل ظروفنا صعبه يعني كل حاجه. كانوا بيبيعوا باسعار غاليه قوي؟ كل شيء نار. كل شيء نار. كنت بتلاقي بترول او غاز؟ لا الغاز ما نحصلش مره. كنا نشتري واحنا ما بيش مره. كنت بتشتري بكام؟ الدبه بكام؟ ب 4000. لا لا الغاز حق البيت. وانت جيتي هنا ازاي بقى؟ تقريب؟ ايوه حالي عيالي بس. منظمات دوليه بتيجي هنا؟ انا؟ ما يدوش ما يدوش ولا شيء. امال بتاكلي وتشربي منين؟ من السوق. كله من السوق وحين ما نحسوش وحين قد احنا نصبر على الحصر. انا لا محجه ولا منجه. عايشه ازاي هنا؟ عايشه انسان بنات وولد معاه فيها الكهرباء في الدماغ من الدماغ الضرب كلنا في لما ريوه. بيجي لك قوت يومك ازاي؟ انا ما معي برميل اشرب ماء، مي مشربه، مي مشربه ما تردي لا مي قعي ولا معي حتى برميل. ما بش مي اشربه كلا يا ساري. بتتلاقي تتعالجي ازاي؟ انا مريضه فيني قلب وسكر، ولدي معاه داخل في كهرباء في الدماغ. طب قولي لي قولي لي يا حاجه المنظمات الدوليه بيقول لك؟ ما انا ما كنت شفتها. اطلب اكل ناكله، اطلب دفاع، اطلب فراش، اطلب ماء خزنه نشرب، اطلب مساعده، ولدي تعبان تعبان في كهرباء في الدماغ لا يخرج ولا يدخل. شو بيوم يدخلوا لي؟ ما فيش مستشفى؟ ما بش معي قالوا عنده كهرباء في الدماغ. من دي ما بلا ماسك ما بلا ماسك ولا المثلى. ما بش فلوس هي الاوراق الداخل ولي ولا معنا حدا. ما زال ان احنا مش شايفين على ارض الواقع دور للمنظمات الدوليه. اسمك ايه؟ زوجة رشيد. انت جيتي هنا ازاي؟ نازحين من دماء تهرب يعني كل شيء. انه ما نديش اسامينا الحقيقيين ولا اسامي ازواجنا ولا اهلنا. سكته نزور يعني تمشي سكته من الحويته يعني ويشددوا. لا غير نسافر الرجال لحالهم يجوا طريق لحالهم واحنا نسافر لحالنا متشددين. خلونا كان يخلونا في كل نقطه 3-4 ساعات. ايه السبب ان انت هربتي من دمر؟ من دمر شددوا على ازواجنا وعلى اهالينا ويعذبوهم يحبسوهم زقموهم يحبسوهم. الا لحقوا اخي وزوجي. هو كان اخي مدرس وزوجي موظف في الجامعه. لا غير قالوا انه هو صلاحي. هم ايد كانوا مع المسيح مع الثوره. اجسوا بعدهم ما استر شي يكمل دراسته ولا اخي استر يكمل تعليم الاطفال كان يدرسوا وعياله يدرسوا وعياله ومرته. وهذا جينا كلنا بعدهم لهنا. هربوا من الحوزه كان يجلسوا بعدهم طول الليل هم بين الذواري بين الجبال. بعدين هربوا وجوا هكذا واحنا لحقناهم بالجهاله بكلنا. احتبس زوج اختي. وجوز اختك لسه موجود هناك؟ لا عاد مفكر لك ما قدر الا قليل. كام سنه قعدوا معاهم او كام شهر؟ اجلس سنه وتسعة شهور. انت بتشوفي حاجه من اللي بيعملوه الحوثيين في دمار؟ قتلوا واحد من شقة المحافظات من عندنا. جوا لنا عند عياله وسحبوه واخرجوه الى الباب ودافع على نفسه بالاخر قتله وسحبوا جثته ورا الطقم حقهم وبزوه ما رضوش يسلموا حتى جثته لاهله. الله لا وفقهم مثل ما خلونا نرتاح ولا نحنا حياتنا وشردونا من بيوتنا ومن اهلنا ومن مالنا ودونا هنا نعيش. بيعتدوا على السيدات؟
كان يهجموا اذا بداخل البيت عندما يحاجن على اهلهن يزطوا يكسروا الباب ويدخلوا الا يسحبوهن اذا شورت المراه تحاجي على زوجها ولا على ابنها يسحبوها لهانك يرجموا بها ويدفقوها. هم اخذوا جوزك واخوك من بيت هجموا لغير ما كان لقوهمش احنا هربناهم كان يجوا بالليل واحنا نخرجهم سته هربوا احنا حاجينا عليهم كان يوصلوا مع البحر من هانس لهانس بعدين كان يجوا الجبال هربوا الجبال وبعدين يتمسكوا عجوز. فزعة ولدي كان يتأمروا عليه معلق كان هرب على الجباع أيوه. يهرب يجلس يرقد بالذواري بالجباع تمام وبعد آخر ما بقلنا رحلة في الأرض أيوه. جاء أنا ما أعرف جينا فقدناه طلعنا بعده أدينا حد بعد جلسوا عياله ظهر ثلاثة شهور أربع شهور لحقوا بعده عياله وخذوه أيوه أخذ عياله بعده وإحنا فقدناه أمه وأبوه أبوه بينها أربع جلطة قبل 10 سنين مو بابا العربية ولدي بالجبهة واحد منهم نعوضها زوج بنتي هي اللي بنت حقه قد بدلوا بأسرة بدلوا الأسرة أسرة ما أقول للحوثين الله لهم هم ولا سترهم ولا يفرق شملهم ويجعلهم مشان بلادين ينودين بلا الجبهة تشردوا من بلاد ربنا معك يا حق جينا من ما بسمعنا لا بيوت ولا جينا حرر بلادنا يعني بهذلونا الحدي قتلوني قتلوا أطفالنا خربوا بيوتنا جوعوا بلادنا خربوا بلادنا هذا الحين خرجنا جاوي نرجو معي أنا أربعة ماذا بيا أنا أقول لك يا أخوان إنه أهلي إحنا كلنا نمرض بالقلب ما لقيناش حتى العلاج الذي احنا المعاقين لا بمعاشات لا معنا تعليم لا معنا شيء حبيبتك فقد البصر؟ نعم احنا الان نحن في محافظة صنعاء في الاسر كاملة مش لا اسرتي بس حتى انهم كاملين ما عبش من كان معاهم الله يرحمه التعليم ما عبش كثيرا خربوا بيوتهم خربوا مزارعهم اتدوهم شردوهم عسكروهم بالقوة اشتوا اي واحد من الأسرة واحد يربى ولا بدهم أربعة خمسة قال خلاص هذا الوضع اللي يصير جاهد يخرجوا بأموالهم بأولادهم احنا ربينا البيت واقع حقيقة انفجر بالدمع لأنه هم عرضوهم هم بياخدوا المساعدات اللي جاية لكم من المراكز ومن المنظمات بياخدوها نعم قرية في الريف يوجد كل شيء هذا للضعفاء المساكين للمعاقين للضعفاء المساكين لكن لما وقت الصف عواقين والف وقال بينزلوا صحيح يبعوها في السوق نعم نحن بيبعوها بفلوس كثيرة أيوة